التوست البني ولا التوست الابيض ولا العيش اصلا اللي هو اللي احنا بنسمع عنه ده بتاع الدايت ولا اللي هو العيش السن تقريبا. طب ايه اللي المفروض انا اعمله؟ هو زي ما انتي قلتي احنا حياتنا عباره عن طول ما احنا قاعدين بيتعرض علينا اختيارات. مش شرط تبقي عامله دايت بقى انا ملخبطه او خسيت ومش عايزه ارجع تاني او دايما هيبقى عندك اختيار احسن من التاني بس احسن بكتير. فاحنا هنحاول ان احنا في الحلقه ان احنا نمسك شويه اختيارات شويه حياه نختار ايه ولا ايه نختار ايه ولا ايه. لو انت اتكلمتي على العيش, لو احنا اتكلمنا على العيش مثلا, لو قلنا العيش البلدي ولا العيش الابيض, هتبص تلاقي ناس كتيره قوي بترد عليك تقول لك طبعا البلدي علشان الابيض فيه سعرات اكتر من الاجابه لا الله لا لا الرغيف البلدي السعرات بتاعته الحراريه ايكوال بالظبط للسعرات بتاعه الرغيف الابيض لو احنا اتكلمنا في نفس الحجم. الله, امال انا هاخد بلدي ليه؟ المشكله في ايه بقى؟ المشكله في ايه؟ كل الفكره ان الرغيف البلدي بيحط شويه دقيق ابيض صغيرين وشويه دقيق اسمر كتار ورده. فالرغيف البلدي يخليك تشبعي مده اطول, يقعد يرفع سكر الدم اولا بالراحه ويخليكي شبعانه مده 3-4 ساعات مده اطول. اما الرغيف الابيض نفس الكالوريز بس مشكلتي يرفع سكر الدم بسرعه وياخده وينزل بيه بسرعه تجوعي بعد ساعه. يجوعني اكتر بعد ساعه. اسرع. كانك ما فطرتيش. طب عايزه تاكلي منه واحد واتنين هو بطعمه بصراحه بالظبط. حتى لو انا عملت كنترول الكميه انا هجوع بعد ساعه. الله, انا ما كنتش كده, ده انا كنت باكل ده امبارح واكله رغيف بلدي بس جوعت بعديها بثلاث ساعات. فهنا في تركيه صغيره تفرق. تفرق جدا. فكره بقى مهم جدا ان انا احدد الكميه. بمعنى ايه؟ في ناس طبيعتها تحط سله العيش على السفرة وتبقى مقطعها مثلا او حطها رغيفة زي ما هي ويلا اللي عايز يمد ايده ياخد. الناس طبيعية جدا. حلو. لا, ما ينفعش تعملي كده. ما ينفعش, لازم الحاجة تبقى بروجرامد. بمعنى ما ينفعش سبهللة. يلا بيجي لي ناس تقول لي ايه, انا باكل في العادي رغيف ونص, دي عاملة ايه؟ دي حاطة العيش قدامها وبتسحب. لا, انا عايزة اكل قد ايه؟ انا عايزة مثلا الوجبة بتاعتي ما تزيدش عن رغيف بلدي اللي هو الصغير. طيب انا هسخن رغيف هحط قدامي, خلص الرغيف خلص العيش. في فرق كبير قوي بان انا اقولك لا ده العيش في الفريزر لسه هتقومي تسخني وتطلعي. في فرق من ان هو افالبل اهو قدامك هتروحي سحبه. انما اولا هبقى اوير, هبقى دريانة ان انا خلصت رغيف. انا بشوف ناس ممكن بالذات مع مثلا اكله زي الفول والطعميه ممكن تسحب لها اربع رغيف. يعني خصوصا لو حد نفسه مفتوح. ممكن لو فول وطعميه وتغميزه باذنجان وما اعرفش ايه تسحب لها ثلاث رغيف وهي قاعده. وبعدين تيجي تساليها انت كلتي قد ايه, تقول لك ما خدتش بالي. هي واخده بالها ان هي كلت اكتر من رغيف بس هي مش عارفه هما اتنين ولا ثلاثه. من ايه؟ كانت مستمتعه بالاكله يا ستي بالهنا والشفا. بس انا لو سبت كل وجبه تجري مني بالطريقه دي يبقى في لازم كنترول في الكميه. حط انت عايزه تاكلي قد ايه حطيه قدامك. خلص هبقى انا دريانه, وحتى لو رحت وجبت تاني هبقى بتقنين. مش الدنيا مش سهله قوي. دي من ناحيه. نفس القصة برضو لو احنا اتكلمنا توست ابيض او توست اسمر. نفس القصة, التوست الابيض 70 سعر والتوست الاسمر هتتفاجئ بقى 75 سعر. يعني اعلى بفايف. امال هم مملين الدايت ليه؟ نفس القصة. كل الفكرة ان انت توست الابيض هيرفع سكر الدم هيجوعك بعد ساعة. التوست الاسمر هيستنى معاكي وهيقعد معاكي يشبعك ساعتين ثلاثة. فأصبح الموضوع أنا بشبع, أنا عايزة حاجة فيها ألياف وفيها حبة كاملة تقعد في معدتي وقت طويل وترفع لي سكر الدم بالراحة وتنزله بالراحة. مش أجوع فجأة كأن أنا شديت الكوبس.
صحيح صحيح. طيب زي ما حضرتك قلتي احنا قدامنا اختيارات كتير. طيب انا بقى قدامي بيض احمر ولا بيض ابيض؟ لان ده سؤال فعلا كتير قوي، بس يعني انا بساله يعني ايه الفرق بين الابيض والاحمر؟ يعني دي الفرخه بنت سوري دي البيضه بنت الفرخه الحمراء، ودي البيضه شوفي هتتفاجئي ودي البيضه بنت الفرخه البيضة. انما الكالوريز دي ايكوال دي بس مفيش اي ولا اي حاجه، عشان في ناس بقى طلعت ان ده افيد من ده وده ده ده لا خالص ده حقيقي يعني عشان كده كل الناس بتروح للبيض الاحمر في 70 لا هم فاكرين ان هو في فايده اكتر عشان هو ابن فرخه بلدي. لا لا طبعا ده 70 سعر وده 70 سعر، الفايده متقاربه جدا 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 والكالوريز متقاربه. اكيد طبعا. طيب الاكل بالشوكه ولا الاكل بالمعلقه؟ لا هو مش الاكل بالشوكه او الاكل بالمعلقه، هي فكره في دايما بيقول لك مبدا ان الاكل اللي بالاتيكات اللي هو باستخدام الشوكه والسكينه بياخد وقت اكتر من ان انا لو كلت بسرعه، ان انا لو كلت بايديا. مثلا انا هعتبر حاجه غلط خالص وقطعه فراخ باني مقليه اهي غلط، لو انا اخدتها وقعدتها عملتها بالشوكه والسكينه هتاخد مني وقت في الاكل. انا بشبع بالوقت مش بالكم، دي بقى الحاجه اللي الناس مش عارفاها. انت في قاعده ان اسمها ان المعده هتبعت اشاره للمخ